اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقتنا اليوم من برنامجكم يوم جديد. 11 تموز هو اليوم العالمي للسكان، رح نتحدث عن اهميه هذا اليوم العالمي باهميه التوعيه بالصحه الانجابيه المساواه بين الجنسين، وهي ضروره ملحه جدا للتنميه المستدامه. اليوم رح تكون موجوده معنا في استديو يوم جديد دكتوره عبلة عماوي، وهي امين عام. أنا بحب أصبح عليكي وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. يعني اليوم كل العالم بيحتفل بهذا اليوم، اليوم العالمي للسكان، ووصل عدد سكان العالم على ما يقارب 8 مليارات. منحب نتحدث عن أهمية هذا اليوم. طبعا اليوم هذا مهم جدا، لأنه 179 دولة التزمت بمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والتزموا بإعلان القاهرة. نعم. والأساس والأهم بالنسبة لإعلان القاهرة أنه كان في هناك تحول. نعم. بالنسبة للفلسفة بالنظر لقضايا السكان، بأنه لا يكون التركيز فقط على الأرقام، ولكن يكون التركيز على أن محور التنمية وأساسها هو الإنسان وصيانة كرامة الإنسان وحقوق الإنسان والقضايا المتعلقة وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتحقيق العدالة. حلو كتير دكتورة، خلينا نتحدث عن شعاركم لهذا العام، هو 25 سنة من المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، تسريع الوعد. خلينا نتحدث عن دلالات ومعنى هذا الشعار، حكينا شوي فيه تحت الهواء، بس بدنا المشاهدين كلهم يتعرفوا على الدلالات والأهداف من هذا الشعار. يعني اليوم العالمي للسكان الأساس منه أنه نركز على أن القضايا السكانية والتغييرات بالديناميكيات السكانية جدا مهم أخذها بأي تخطيط تنموي اقتصادي اجتماعي سياسي. فبكل عام تطلق منظومة الأمم المتحدة طبعا بالتشاور العالمي قضية معينة للتركيز عليها. حلو. فهاي السنة هي تسريع الوعد بعد 25 سنة على مرور إعلان القاهرة. نعم. لحتى نزيد التركيز على ما لم يتم إنجازه. بما أنه الدول كلها التزمت بإعلان القاهرة، التزمت بمجموعة من المحاور. صح. منها المحاور يعني اللي لازم نركز عليها الضوء، أول شيء تحقيق المساواة بين الجنسين، تحقيق العدالة، قضايا الشباب. ممتاز. قضايا الصحة الإنجابية، قضايا ضمان حقوق اللاجئين. حلو. والهجرات القصرية. وقبل أيام كان اليوم العالمي للاجئ أيضا. بالضبط. والقضايا البيئية. صح. فلما منقول تسريع الوعد هي عبارة عن نقطة محورية لنراجع ما أنجز ونركز على التحديات. إذن خلينا نتحدث مع حضرتك عن إنجازات الأردن في هذا الخصوص، وين وصلنا بهذا المجال؟ طبعا الأردن يعني كان من الدول الملتزمة بإعلان القاهرة بمؤتمر الدولي للسكان والتنمية وبالمؤتمرات الدولية. أكيد. بشكل عام. نعم. من أهم الإنجازات أنه إذا بنطلع على رؤية الأردن 2025. نعم. وعلى التزام الأردن بأهداف التنمية المستدامة، تم إدماج هاي الأهداف بالخطط التنموية سواء على المستوى الوطني أو المستوى المحلي، بالإضافة لها تم إدماجها أيضا بالميزانيات العامة. نعم. واعتماد الأهداف التنمية المستدامة وإعلان القاهرة للسكان والتنمية ضمن هاي الخطط التنموية الاقتصادية الاجتماعية. نتج عنها طبعا مجموعة من الاستراتيجيات اللي بتساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. نعم. ورؤية 2025. مثل استراتيجية الشباب اللي تم إطلاقها الوطنية قبل أيام برضو. قبل أيام استراتيجية الحد من الفقر والحماية الاجتماعية. جميل. استراتيجية الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية اللي عم نشتغل عليها هلأ على المستوى الوطني، ضمان التعليم والتقدم اللي صار طبعا هذا بالتعليم. كله يعني بتقدر تقولي أنه من عام 1994 إلى الآن الأعمال قائمة والإنجازات يعني عم بتكتر سنة عن سنة، خلينا نقول بمجال التنمية المستدامة في الأردن وفي كل دول العالم. خلينا نتحدث شوي معك دكتورة عن الفعاليات لهذا اليوم، كيف عم تحتفلوا بالأردن بهذا اليوم العالمي؟ يعني بما أنه الأساس التركيز على قضايا السكان والتنمية وإدماجها، اللي عم نعمله عدة فعاليات، لأنه هو مش يوم واحد، لكن الهدف هو التركيز على القضايا الأساسية بالنسبة للسكان والتنمية والهجرة القصرية والمساواة. فواحد من الأنشطة اللي رح نعملها بالتعاون مع الجامعة الأردنية وكلية الفنون هي عبارة عن مسابقة، مسابقة رسم مع الشباب. حلو كتير. تركز على الشباب والبطالة كمحور أساسي بالنسبة للشباب. كمان رح نعمل مسرحية مع مركز الفنون الأدائية اسمها مش عيب. جميل. اللي بتركز
أيضا على أنه العمالة والعمل هي إنتاجية، وأنه مش عيب الواحد إذا بيشتغل، ونركز على القضايا الصحة الإنجابية. كمان رح نعمل إطلاق تحت رعاية معالي وزير التخطيط للمعايير الصديقة للشباب بالنسبة للصحة الإنجابية، وهذا أساسي لتثقيف شبابنا بمخاطر سواء بالنسبة للأمراض المنقولة جنسيا أو بالنسبة للصحة الإنجابية. دكتورة عبلة عماوي، أمين عام المجلس الأعلى للسكان، ختاما للقائنا بدنا منك رسالة لكل الأشخاص اللي عم بيتابعونا بمناسبة اليوم العالمي للسكان وبمجال الصحة الإنجابية وأيضا مساواة بين الجنسين، تفضلي. شكرا لك. يعني رسالتي الأساسية أنه أي تخطيط اقتصادي اجتماعي سياسي سليم يجب أن يرتكز على المتغيرات السكانية، ويجب أن يرتكز على حماية وصون كرامة الإنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان. جميل جدا دكتورة عبلة عماوي، أمين عام المجلس الأعلى للسكان، كل الشكر لوجودك معنا، كل عام والجميع بألف خير يا رب. أما الآن مشاهدينا وصلنا معكم لعالم التجميل، ورح ننتقل مع بعض لمشاهدة تقرير يتعلق